إلي أفهم إيه من التركيبة دي على بعضها؟ والله بقى كباري، مستشفى، بازار، أهي مكنة وبتطلع فلوس. وبعدين لو على الرأس ما هو بطلها الرأس، وهو اسمه شيخ شيخ برضه. مش عارف. وارجع واقول لك ممكن تبقى عولة عاملة كل ده بتسوق لنفسها بروباجندا يعني. وبعدين انت ايه مشكلتك؟ ان شاء الله يدخل سلاح مصر. مشكلتي ان انا مش فاهم الموضوع، ما ببقاش مرتاح وانا شغال معاه، غريب فعلا. اللي زي نوح ده عايز واحدة ست تفنطه وتفهمه صح. في الحقيقة أنا ما عنديش أي معلومات عن المحطة دي يا فندم. إزاي يا مستر أسامة ما عندكش معلومات؟ ده أنت مكلفني بنفسك بدراسة المنطقة. من فضلك ما تتكلميش غير لما أوجه لك السؤال. يا فندم أصلا حصل يا فندم إني كلفتها بالدراسة دي. الدراسة اللي على أساسها قررنا استبعاد المنطقة دي من أي خطة إنشاء محطات جديدة، لأن الكثافة السكانية بتاعتها أقل من اللازم. ده غير إن رأي اللجنة الفنية إن إحنا كان ممكن نزود البث اللي خارج من أي محطة قريبة عشان نغطي المنطقة دي، وده اللي حصل فعلا. بالعكس بالعكس يا فندم، الكلام اللي بيقوله ده كلامي أنا. لما بررت عدم موافقتي عن الموضوع انا فاكره كويس انا قلت ايه بالنص. قلت ان سكان المنطقه اقل من 600 نسمه، والهويات اللي عاوزين يحطوها على البر اكبر بكتير لمنطقه زي دي. ما حصلش. وحتى لو حصل يا فندم، الشركه استحاله توافق ان احنا نركب 7 هويات على برج واحد، منهم 5 على نفس المستوى. ده غير ان الزوايا اللي متركبين بيها موجهين بره الحدود بتاعتنا، وده ضد سياسه اي شركه، لان ده هيسمح بتمرير مكالمات دوليه بدون رسوم، وده هيسبب خسائر كبيره لاي شركه. ده غير شبهه التخابر طبعا. طب لو الشركه مش مسؤوله عن المحطه، ازاي تقارير الصيانة دي ساعدتك تخرج منها وعليها بيانات المحطة؟ اتفضل. وتوقيعات شخصيات كتير غير توقيع الباشمهندسة، بما فيهم توقيعك. تقارير مزورة طبعا. يعني التوقيعات دي مش توقيعاتك؟ توقيعات سليمة يا فندم، بس في غير مواضعها. يعني ايه؟ يعني الورق ده خارج من الشركة فعلا، دي تقارير صيانة ومتابعة دورية. مهندسة هي اللي مسؤولة عن الكلام ده كله، عن التقارير دي جوه الشركة بتاعتنا، ومن السهل جدا ان هي تحط التقرير اللي هي عايزاه في وسط الورق ويتمدي من غير ما حد ياخد باله. وده هيفيدها بايه؟ هيفيدها ان هي تقدر تتردد على المكان باسم الشركة وتعمل كل اللي هي عايزاه وتستخدم موارد الشركة زي ما هي عايزة من غير ما حد يقول لها ازاي وليه. حرام عليك، انت عارف كويس قوي ان ده عمره ما حصل. يا فندم لو في اتهام موجه ليا او للمسؤولين عندنا في الشركة هيبقى اتهام بالثقة الزيادة في انسانة كانت غير محل ثقة. يا فندم لو في تهمة متوجهة لنا هتبقى تهمة الإهمال، لكن عمرها ما هتبقى تهمة خيانة البلد. حرام عليك جد، حرام عليك. الفكرة مش دخل الحاجات دي ازاي؟ الفكرة ان واحد زي نوح السباعي باتصالاته ممكن يثبت ان عنده اكتر من 30 فرع، فيدخل الكميات اللي هو عايزها، وهو في الاصل ما عندوش غير 5-6 فروع. بس مش دي القضيه. معاك حق، بس المشكله اللي مش قادر افهمها ان ازاي الورق اللي معاك بيقول ان في كميات اضعاف المسموح بدخولها، في حين ان الحقيقه مش كده. مش عارف يعني بيدعي على نفسه بالكذب مثلا. بص انا سيدي راجعت تقارير المعامل وكشوفات المعامل الاسبوعيه وتقارير المخازن كلها، لقيت زي ما بقول لك كده، وكل اللي موجود فئة به. يعني ايه فئة به؟ المواد الخطرة سواء إشعاعية أو غيرها القانون بيحددها بثلاث فئات. فئة ألف ودي ما ينفعش تدخل أصلا، زي مواد مخصبة وبلاوي، وب دي اللي بتدخل بتصريح زي استخدامات المعامل والأسمدة والمبيدات. جيم دي عادي بقى، بتدخل عادي جدا بدون أي ورق، مجرد إشراف مش أكتر. عايز تقول أنت لقيت حاجة من فئة ألف؟ بيني وبينك أنا ما اتأكدتش من ده لسه، بس شاكك ان في حاجه مش مظبوطه. شوف يا حسين، الحكايه كده شكلها فيها عك جامد، واحنا مش هنستنى لما نتاكد، لازم نعرف شكل العك ده ايه بسرعه. انا ما لاحظت حاجات غريبه مرت قدام عينيا وكنت بفوتها، بقول ده مش شغلي لحد ما اتاكدت من الورق اللي معاك. حاجات غريبه زي ايه؟ زي مثلا اعاده تصدير المواد المنتهيه الصلاحيه. القانون بينص على انك لو دخلت مواد زي دي وفضلت قاعده عندك بدون استخدام وتاريخ صلاحيتها انتهى، بترجعها تاني للبلد اللي استوردتها لها. طب وايه المشكلة؟ المشكلة بقى اني كنت بشوف الشحنة دي تدخل ترانزيت توصل بتاريخ النهاردة، تاني يوم يتغير ورقها على انها وصلت من سنة ونص، يعني ميعاد صلاحيتها انتهى، وبالتالي لازم يرجع يصفرها للبلد اللي جابها منها. طب وليه ما تقولش ان هو بيرجعها البلد تاني خالص؟
محظور عليها الاستيراد من دول كبيره، منها يعني علاقات مفتوحه، فروق اسعار، ودي ارقام بالملايين، مش كده ولا يا حسين؟ كلام معقول. قول لي يا حسين، الشحنات المنتهيه الصلاحيه دي كمياتها بتبقى قد ايه؟ كونتينرز، يعني تملى مخزن كبير. انا فاهم قصدك، بس برضه ما تكملش الكميه اللي على الورق يا جمال. طب ازاي؟ في فرق بين انه يتخزن ترانزيت وضيف عليهم كمان اللي بيستخدم في المعامل وبين اللي على الورق. الاثنين دول سوا مش مكملين اللي على الورق يا جمال. ما احنا لازم نعرف. اسمع يا حسين، دلوقتي لو طلبت منك تجيب لي عينه من فئه بيه تقدر تجيبها لي؟ هي صعبه بس اقدر. قول لي هتعمل بيها ايه؟ مش انا اللي هعمل، هي اللي هتعمل. هي مين؟ فئه بيه. الحكايه كلها على بعضها كده ما تركبش، بس هم مصرين يركبوها ويورطوها لوحدها. طب ازاي؟ دي حاجه ما ينفعش الواحد يعملها لوحده، ده برج وانشاءات وتجهيزات، ازاي يعني؟ هم هيعتبروها المهندسه المسؤوله وهياخدوا معاها كام فني وتتقفل القضيه على كده. انت شايف انهم هينجحوا في كده؟ قانونا محبوكه صح جدا. ربا ماضيه بنفسها على اوراق بتثبت انها المسؤوله عن الموقع ده. ده طبيعي تبقى ماضيه بنفسها، ده شغلها، لكن بالتاكيد مش هتستغل الموقف ده زي ما هما متهمين. انا اللي بفكر فيه حاجه تانية خالص يا ليلى. ايه هي؟ مساومه. ازاي؟ اللي بتتعرض ليه ربا دلوقتي نوع من الضغط عليها لمساومتها على حاجه هما خايفين منها. هما مين؟ هما كشركه؟ مش شرط، ممكن هما، ممكن حد من وراهم وبيستخدمهم للغرض ده. انا ما بقتش فاهمه حاجه. كل اللي انا فاهماه ان روبا مظلومه واننا واقفين مش قادرين نعمل لها حاجه. حالتها بتسوء كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله. انا عارف الحكايه محتاجه شويه صبر يا ليلى. هي حكيت لك عن سيديهات كانت محتفظه بيها؟ سيديهات ايه؟ ربا وقت ما تم القبض عليها اتخذ من عندها سيديهات، ده اتكتب في محضر المباحث، ومن المؤكد طبعا انها بالفعل فاعل، والواضح ان الموضوع تم باقصى سرعه لدرجه ان اللي خد السيديهات ما كلفش نفسه وحط سيديهات مكانها عشان يظبط بيان الاحراز. تقصد انهم مورطينها في الحكايه دي كلها من ورا السيديهات؟ تبقى حكيت لك عنها. أنا هقول لك على كل حاجة. تمام تمام، أبلغه بآخر التفاصيل بعد ساعة. تمام ساعتك. إيه هو اللي تمام؟ العنصر اللي هنستخدمه من جوه الأوتيل غير الشيفت بتاعه بكرة زي ما أمرته عشان يبقى بعد الظهر، وجاهز بمعرفة كل التفاصيل. زي ما عيطت بنفسك يا شوقي، الداخليه مطلعه طقم حراسات الف للوفد ده، ثابت في اللوبي وكوريدور الغرف بتاعتهم ومتحرك اثناء الزيارات الخارجيه. مظبوط سعادتك. انسب مكان لتنفيذ العمليه هو المطعم.